تفضل. جيت باش نقيد. لا تقيد مش من هنا، من تالية. لا مش تقيد هذيك، انا نحب نقيد بطني وروحي باسمي. هكا كيفاش بمرت؟ شنو بمرت؟ الفصل 23 من الجمهورية الثانية. تحمي الدولة، كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد. قانونيا ما عندي ما نقول لك. أشهد أني الممضية أسفله فلانة بنت فلانة أنني المسؤولة الوحيدة عن نفسي وأقوالي وأحوالي وعلاقاتي اللي ما تملك أنا بالطبيعة، وهذا طبعا رفعا لأي لبس ورفع أي وصاية أخوية أو دينية اجتماعية إلى آخره. كمان تقييد غالي هذا. وهكا باش تقيد بدنك الكل؟ بعد عندي حتى حل، ما حبوش يفهموا. بلا سجل. ليش؟ تفضل مدام. جيت باش نقيد. الحكايه هذه جاتك غريبه؟ مش اكثر من حكايه تصير كل يوم عن ساده حياه قوانين تمييزيه. الفصل 23 تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد.